لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. ونتلت تحقيق الزوان بلى. ولفشاوة تميز الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية وعين المسند إليه والمسند والمسند فيما يأتي. أما جري على شيء بعض تفهم الأبيات الآتية وميز فيها الجمل الخبرية من الجمل الإنشائية. وأتى أمشي على نفهمي أمشي على نبكوا جملة خبرية لجملة إنشائية لجاكر وعين المسند إليه والمسند في كل جملة. قال صاحب العقد الفريد يصف الدنيا باث ابن عفان: ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. بزانك الدنيا تنها عبارة لا دروشانوي بل ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه. بزانك الدنيا عبارة لا قشو نشي أيكا أيكا يعني جنوك باخيك شوانيك دارو درختو أويليا باشا جاءو شونا إذا خضر منها جانبون أيكا وايا أقل وقتك جانبك يعني ترفيك لي بدر لي فوز ببي ترفيك لي وشكا بي هاي دنيا جوايا أقل لا يكوا مثلا دزجي خوشك بي لو نخوشك هي بلى ديار أما جملة كان إنما الدنيا نظارة أيكتين جملة خبرية إذا خبر منها جانب جف جانب أو إيش ديار هالجملة خبرية يعني جملة شرطية إذا خبر منها جانب جف جانب ربما جملة شرطية بوويك إنشائي بيا خبري بيا باعتبار بجزاكي أكريه هي جزاكي جملة خبرية جملة إنشائية ولدا جف جانب جملة خبرية بس حساب جملة خبرية بوقي أم جار يترو معلومة مسند مسند إليه لا وضع الدنيا مسند إليه نظارة مسندة كيتي أم شان إخضر مسندة جانب مسند إليه جف مسندة جانب مسند إليه ألم جار له دوبارة هي الدار مل أعمال إلا فجائع عليها ولا اللذات إلا مصائب. هي الدار يعني أما ليا يعني دنيا أما ليا كأعمال لوا يعني أعرز وكان نية لوا إلا فجائع نبي حالبي هذه فجائع جبل فجائع ديارة يعني فجائع يعني كاري يعني الروداوي خراو مثلا إلى فجائعك لسر أم دارا واتا فجيعي لسر أم دارا ولا اللذات ولا تكاد الإنسان أي بنانية إلا مصائب نبي إن عدارة الأواني توم مصر يليشي من معلومة. فلا تكتحل عيناك فيها بعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهب. فاتتو شاوكاني خود مر يجب فرنيس كتياية واتياني مقريبة لسر ذاهب لسر أويك أروال دسد منها لدنيا يعني قشت عبراني في الميز يعني منظوري في أويا أقر هاتو اشتيكي دنيا لدنزل شو بوي مقري فإنك ذاهب فكو خوش دارو بدوايا أو جملة إنشائية فلا تكتحل. وقال ابن المعتز ليس الكريم الذي يعطي عطيته عن الثناء وإن أغلى به الثمناء. كريم أو كسي أو تونية كبخششي خوي أدال روي الثناء يتوى بتعريفات لكي جاء بخشك أداتي عربي وإن أغلى به الثمناء بس ثمني زور بدا بس ثناءك يعني بخشش زور بك على بران بري الثناء كدا أو بخش عند النية وإن أغلى به الثمناء وإن يعني بقران وحكا بو
هاري نعم سناك لا برابر سناك لا شتي أغلى يعني جراند فروشيك ثمن زور بدا لبيع يا بجران ثمن زور بدا لبيع سناكش ذا بعض هر ببخشن ده حساونية شل برابر يشتا دايتي أغلاني أغلاني جراني كرت جراني كرت هذا جراني جراني فول زور ذا لبيع يا كرت لبيع سناكش این با فول زوریش بله به خیش نیه ای کریم که بل الكریم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسن باوکو کریم او کسی او تو تنها او کسی که بخششی خوی اکا ببه هیچ یعنی هیچ شکل آراده نیه جگل وکا چاکی پی جوان چاکی پی چاکا بو اکانه ایده تنها لبر اوی حالو بیتاکیم أنا أم جمال لا يستثيب ببذل العرف محمدة ولا يمن إذا ما قلد المننة بابا لا يستثيب يعني ثواب دواناك ببذل عرف لا يستثيب محمد محمدة يعني استعيشي قرقني ببذل عرف كأيكات لا يستثيب يعني للثواب لثواب بذل عرفا محمدي قرق نعري محمدة طلب نعك توجبين ولا يمن منتجناك إذا ما قلد المننا زمانك بخشكاني خوي درقان أبسي وأيدا بخلك باشي تل الثواب قرق نعري الثواب محمدي قرق نعري لبرابري بذل معروفة يعني وقتك مثلا بذلی معروفه که اشتگه بخش و امانه دعوی محمده نکه لبلا بریه طلبی او نکه بو نایده و لا یمنو اذا ما قلد المننا و منتج نکه حالبین منتج نکه از اگر وقت اشتگی بخشی بچی مند نکه لکه مند نکه اذا ما زمانک قلد المننا كبخش شكان نعمة كاني بخشي قلد مني أو يعني وقت بخشيني نعمة كان يبقى بق قلدنا ياباني مثلا خلادة كاتمل يعني مثلا كيسة أبسيو درجة كيسة كان أبسي ببني كي مخصوص كاي بسي أو بوا هنا قلدنا منا أو لا يعني بخشينا زمانك مننا كان أبخشي من نتكال من يعني بخشش ليوا لا يمن من ذلك بال أمجار انصر البيتين الآتيين نسرا فصيحة ثم عيد الجمل الخبرية والجمل الإنشائية التي تأتي بها في نفسك يعني أو جمل الشعرانة أو الشعركة الأوداد يعني كبنفس فصيح عشان جملة خبرية جملة إنشائية معينة هذا ولا تصطنع إلا الكرام فإنهم دي يجازون بالنعماء من كان منعما ومن يتخذ منه عند اللئام صنيعة دي تجده على آثارها متندمة بل لا تصطنع إلا الكرام باشا داواي شاكا لقل كزمكا إلا لقل إنسان سخيا كان أنا بي خالبي فإنهم تنك أو إنسان سخيا يجازون بالنعماء من كان منعما مثلا باداش أدنو بنعمة فيدان باداش كي أدنو باداش كسي كلو بر منعم بو نعمتي بو عندها خالبي إيه أرى برشاو تاني ولي ومن يتخذ عند اللئام صنيعة أما أجر كسيك للاي لئام لئام جمع لئيمة لاي لئيمة كان صنيعية بقرية يعني اشتيك بقرية تدستو أوانا تجده على آثارها يعني صنيعية شاكية لقل أوان كان مزول يولي تودس لك لسال آثاري أو صنيعية كتريتية بيتا متندين يعني فشبانة بيتا هذا حاربين بابا تقول فإن قريكي بيسا فوق أم جارة
دیار ایم قبلا نشوم آن کلام دینو خبرو انشاء باسی خبرش انشاش نکرده بلام مثلا غرض لإلقای خبر چیه یعنی وقتی که استفاده اخیر لجمله خبری خبر معمولا القا کرده به مخاطب یا به خالقیک هدفی ایم لإلقای خبر چیه بحثی و مطرح هذه دو خبری اساس دو هدفی اساسی لإلقای خبر آهیه یکی کان آمیکا هدفت اویا که مخاطب تیگیانی وقتی که مخاطب عالم به مضمونی خبر نبه اتوی تیگیانی لمضمونی خبرک دوهم اویا که متکلم یعنی مخاطب آگاب مضمونی خبره بلان تو گرفت تو پیدوایا که او وعزانی تو آگاب مضمونی خبرک نیت او تیگیانی لوی که بلا منی جزانی یعنی وکی تو آگاهی تا یعنی کنی عمدو فایده هیا اگر مثلا نوخ جمله خبریه من بردو مجالی عمدو فایده نبو ایتر او خبر من لغیری مولوع له خویا استعمال کردو ولد النبی صلی الله علیه وسلم عامل فیلی یعنی سالی او ایک فیل خواهی گوره اصحاب فیلی قر کرد و اوحی ایلی فی سن الاربعین و اقام بمکه 13 سنة وبيد مدينة 10 يا كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا ولا يجري على نفسه من الفيء درهما أما إذا أسألا لقد نهضت من نومك اليوم مبكرا يعني زوهر سايك لخو أنت تعمل في حديقتك كل يوم قال يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد إن البرامكة الذي نرم لديك بداهية بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية يعني أو برامكي برمكي كعب كلايتو رمو يعني الرمو بداهية عليه للايتو مثلا توشي بلاكران بلايان تيجيرا بلايان بوخرا حالبين صفر الوجوه هميا روزردن عليه بخلع المذلة لسريان خلاتي ذلت عليه بخلع المذلة بادية آوة عليه خلع المذلة بداهية داهية يعني بلا رمو بداهية يعني رمو يعني كيف يعني في أولا دا داهية داهية هذه الدهاء داهية هنا بلا بلا ومصيبة وأمانية بلا داهية يا دهوة دقيق ماذا الموابية يا هي شن ريشة كم ملاحظنا في الولد داهية يعني بلا قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا بلى يعني يبرور بقال براسي إسقاني لشي من فضلونه سريج لبركيلي أدرى وشيته قال أحد الأعرابي يرسي ولده ولدك مرسي ولدك لما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجيب الصبر وكيك من لدوايته دعوتي صبر خفت مكرد خفت جوابي داوتي بس ساو هاتي ولي صبر جوابي ندعي تواجبين فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر أجل رجاء لا توم القطع بوا يعني تعذب هواية ونبنك بيته وأمانة فإنه سيبقى عليك الحزن وبزانا حزن لسرته الأمانة ما بقي الدهر تار رجاء ما بي قال عمرو بن كلثوم إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين زمانك أجر منالك لأيما قيشت حالتي لشير قسنوا يعني دو صلى ثمانك يفرضو إذا الجبابير يعني جبارة كان باشا بس أجداب ويأكل حاربين يعني تسليم هنا مهمين يما ومن الله كان من وعي سجل كان من شون كتب طاهر بن الحسين إلى عباس بن موسى الهادي
وقد استبطأه في خراج ناحيته تعيري كل حسين بو عباسي نسيوه كمعمولا درني كردوا لخراج ناحية إخويا كبيدا على وليس أخو الحاجات من بات نائمة ولكن أخوها من يبيت على وجل أخو الحاجات يعني محتاج محتاج أو كسنية كشوتا بعني بخير من يعني شو سبريكا بخوتوي وظلم أخو الحاجات يعني كسي بمحتاج زانزي من يبيت على وجل كسيك كشو بروج يعني لسي ترسو دل الراوكي وجل يعني ترسي ترسو جاديارة أمانة هندي كان بو أصلي فايدة خبر بكابلا هندي كان بو لازمي فايدة خبر وهندي كان بو خارج لمدوانة بكابلا فلما تدبر المثالين الأوليين تجد المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطبة الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال وإلى حكم خبرك ليك يا غياني ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر فالمتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإيحاء إليه والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة وهو في المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين تأمل بعد ذلك المثالين التاليين تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا مما تضمنه الكلام من الأحكام لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم فجوا المتكلم في ألمك قوي أيضاني وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام فالسامع في هذه الحال لم يستفد علما بالخبر نفسه وإنما استفاد أن المتكلم عالم به أو مثلا ويسمى ذلك لازم الفائدة لازم فائدة. انظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة يعني وأنا بخير يعني بلكو خارج الموضوع اللي هو وإنما يقصد إلى أشياء أخرى نزول أشياء تلك يستطلعها اللبيب كإنسان عقل بوي أقره ويلمحها ومد نزري قرادة إشارة فيك من سياق الكلام إلى سياق كلامك فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذو قرباه وحال ذوي قرباه من الذل والصغار بو لأن الرشيد هو الذي أمر به خوي أو كاريك الرشيد أو زليلي بسر يناول ونيا فهو أولى بأن يعلمه فذلك خوي شاكر بذني ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته كاريك شنيا بلد الخومة توقتها ذاني من إجزاني وبحال خومة وإنما يستعطفه داوي عطفتي ليك ويسترحمه داوي الرحم ليك ويرجو شفقته عسى أن يصغي إليه شاد بيلي بقليه فيعود إلى البر به والعطف عليه إن جاء قشمامته لو تندو تيجية بقرته ولا تشاكا كردن لقليه وفي المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلذة كبده باشا بل يعني كي جرك وعمر بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه ويباهي بما لهم من البأس والقوة وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد إخباره ولكنه يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم يا إنما تفهم تفهمي أكي من سياق الكلام لا من أصل وضعه لا أصل وضع كوني لا سياق الكلام فهمك لي قاعد الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين يك إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر دو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم
ويسمى ذلك لازم الفائدة. جاء قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق منها ما يأتي الاسترحاب مثلا، إظهار التحسر، إظهار الضعف، الفخر، الحث على السعي والجد. نموذج في بيان أغراض الأخبار. كان معاوية رضي الله عنه حسن السياسة والتدبير، يحلم في مواضع الحلم ويشتد في مواضع الشدة. أو كلرا أو هنا ومن جملة خبرية يحكم خبرة كما مخاطب بيجي. لقد أدبت بنيك باللين والرفق لا بالقسوة والعقاب، وبلازني فائدة. توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 من الهجرة. قال أبو فراز الحمداني: زي ومكارمي عدد النجوم من مفخرة، ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضياف. ومكارمي عدد النجوم، يعني أسكري جماري أسكري شنك من عنا مكارمي أخلاقي لي، ومنزلي مني مأوى الكرام ومنزلي أضياف، ومنزل الأضياف منزل منزلي هو كبه مبدأ وشتبه خبر كذي ميوان خانية وكم مأواه دي منزلي مأوى الكرامي ومنزل الأضياف. قال أبو طيب: وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. هاويا قاصد لي هذا، يعني هركز قصي جميلي في نايكا، هيا قصي كابوي ناكري، وهرفع حالتي شو متممني، يعني هركز إذا في ذاك هركا وني أبوي بتوام كري، ممكن أبوي توام نكري. وخال أيضا يرسي أخت السيف الدولة: أري غدرت يا موت كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكبت من لجبي. أبي غدر الكر أي ملك باشا شني بل شني شني شو معي زور بل بين بس حالي بمن أصبت شاكر بمن أصبت على الجمال ده لبركة سكة بركة سكة يشتي وكم أسكت من لجب حالي وشني تستأكد في اللجب لها لو قرة مثلا بعض للدم خلا وأمانة زور وشون وعليك الوسن دم لي ولا قال أبو الأساهية يرسي ولده عليان: قال بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيئا 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 ولا بروح حيا وجهك. وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. يعني من أطلع شيئا شيئا يعني أي علي بس في الناس كشاف مزور أبو قريان برام قريان هي سوديتي نبخش. بالي أم جارة وتيب وكانت في حياتك لي عظات، يعني من لجاني تودا كومالا موحيزيك في أقعي يعني تؤونا تشاقوي من استفادة مليك. ولو أنت اليوم أوعظ منك حيا، أما تؤساك مردوي موحيزا زياتر بو أكي، يعني كنو لك كفا بالموت واعظة أو يسيافر مدير في غمرة دول جفالة زيافر باشي حديث حمر وابزان. ولو أنت اليوم أوعظ منك حيا، يعني أمره موعظة مزورة بوأكي تعزين تحال دواء بحال زنديتي وسكى مردوي، يعني وأنت اليوم ميتا أو عظو منك حيا. أجا إن الثمانين وبلغتها، قد أحوج السمعي إلى ترجمان براستيها اشتا صالجي وجملة معترزي دعائي براستيها اشتا صالجي قد أحوج السمعي إلى ترجمان، سمعي مني احتياج بتكرار كردوه. وبلغتها يا أخوة توش بقين دريبه وهشتا صالقية، يعني تمندريش بي عمر العوادريش بي عمر حالبي. أما هو قال أبو العلاء المعري:
علي ولي منطق لم ير لم يرض لي كنه منزلي على أنني بين السماكين نازل. بل علي من منطقكم هيا منطق يعني قفتار قفتاركم هيا أو قفتاري من أون مهمة بكنه منزلي من رازيني يعني بماهيتي منزليك من هما رازيني يعني عليه او منطقي من عليه اشي ام منزليك صاحب نطقك هياتي كتويا اشي برسترب وعلمه عماش ونبي منزلك اشي من نزم به على انني بين السماكين نازل لحالك من بين السماكين اجيجيد السماكين دو استيريا دو استيري برشندارن هيك كان أعزلي في ألين وأويتيان رامحي في ألين حالذين بالي ألين من عقل ومنطقك ما هي زمانك ما هي أو منزل الرفيعي كحالي حاضر حياتي أو منطقة أو منزلي من بكم عزاني يعني أشياء من منظوم زورها وبرسيش بواي حالذين منزلي هو نسبة بكتك خويتي باتي خويتك تعريف خويتك يجب من منطقة كم عام قصيت من هما من أولين من مثلا أو داناي وحقلو أويك من هما باشا أو منزليك هما مثلا كابلا أوليك هكا ومن أوها مستوى ذم هي ضلال نان منية تياتكم جيشو منية تياحسي ما هو حالبين وزعيتك من هما باشا لغل أويك لغل أو حاليك من هما وتياجم مناسب نية هنا ريك من هما باشا او هنا را بو او منزلتيك است من هما مناسب نية اعوذ الشياونية خالبين زور خزوايا مثلا انتو تماشاكي قولة كريم باسواد بيني شوي شوي نية مثلا جي حوان نوي نية دي ارام وقراري نية لحيني حالشا مثلا لجامعة ريزي بودانانيا مثلا او نوع اخر هي واجنية بلام كشوف شيك عاب اخوي فروف ان شاء الله كاو اما ان اخوي زلك هذا سال خلقه او عنه خلقي جوازه ان ارواه الرأس اما هر زلك هيشة زور مثلا مقداري معلوماتي علمي سوادي ارزشي معنوي اشقار زورة منتهى مثلا واخوي نشان هذا وخلقي جوان اعزان بل اشكالني اخو قال إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمونة إبراهيم يقول المهدي فلقى المأمونة قسأك عليه أتيت جرما شنيعا وأنت للعفو أهل فإن عفوت فمن وإن قتلت فعدل ماذا من جرمي تخلعهم كردوا يسيشتوا أهل عفوي جاء قال عفوك هو من يعني من أتوا لسلم داعني كشتي شو هو عضو كبير كان هو عضو عندي ليت الأوجي بخشكم وفقوا إن شاء الله.